أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. يوم من الحشر أروع، إذ الإمام الأروع في آخر الأهد وضع، تلك السريات أجمع، وزين آل العبائي ولهفتا يا حسين يا سيد الشهداء. يا سجدة سجد الحسين ودعا بما قصد الحسين ووفى بما وعد الحسين وشهادة وجد الحسين. أبكيك مولاي الحسين، أفديك مولاي الحسين، مولاي مولاي الحسين. شمر یہ سجدہ مماتھو جس مسیح کی دو جدو، سبت پیغمبر نجھے وہ بولتا قرآن چھے. یا حسینا پر ہمیں قربان چھے قربان چھے. آہن حسینا آہن حسینا آہن حسینا یا حسین. ولہفتاہ وغربتاہ وکربتاہ یا حسین. جمعانہ دن کی دی غیبت نے ظاہر، غیبت سی دن نو فضل چھ ظاہر. یہ دن ما امام نی حضرت محاضر، ہی نے کری دی دی برہان باہر. محمد ہمارا سہارا، کہا ہم نے موکین آقا سدھارا، کہا ہم نے موکین آقا سدھارا. علیک الصلاۃ علیک السلام. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. مولانا الامام الطیب ابو القاسم امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ،
سیدنا و مولانا ابو محمد طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ، سیدنا و مولانا ابو القائد جوہر محمد برہان الدین رضوان اللہ علیہ، سیدنا و مولانا ابو جعفر الصادق علی قدر مفضل سیف الدین طول اللہ عمرہ الشریف الى یوم الدین، وظائفنا تسبیح اسمائکم آیا بن المصطفى دابا ونعم الوظائف بتأييدكم نستطيع درس علومكم وتقوى على تقوى قوانا ضعائف وطول إلهي عمر سيف لدينك الذي حاز من غر الشؤون أفانينا فأبقاه رب العرش في كل نعمة وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى